أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي علمنا القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ومن علينا بالدين المبين وهدانا إلى صراط مستقيم، الحمد لله الذي خلقنا وخلق الكائنات وخلق بين الإنسان سيد الورى، الحمد لله الذي أمرنا بما أمر به المرسلين، أمرنا بالله وبالإيمان به وبمحمد نبيه ورسوله، الذي أمرنا بالصيام والقيام والزكاة وكل شيء عرض به في القرآن والسنة، نعمة الله علينا وعلى الإنسان، الذي أمرنا بعبادته وتوحيده من غير شرك من قطمير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له، لا مساعد له ولا معاون له، ونشهد أن محمدًا أحمدًا المصطفى والمجتبى خير نبي الذي بعث إلى الناس كافة، سيد المرسلين، آخر الأنبياء والمرسلين، رحمةً للعالمين، الذي بعث إلى الناس من غير فرق بين العرب والعجم، من غير فرق بين الأسود والأحمر، بعث إلى الناس من غير فرق بين الأبجد والأرزق، بعث إلى الناس كافة نبي العربي وهو نبي العجمي، نبي الأولين والآخرين، رحمة للعالمين، أحمد المصطفى والمجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين أبديين سرمديين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة المسلمون الصائمون القائمون التالون بالقرآن، أهنئكم أيها الإخوة تهنئةً بالسرور والفرحة والبهجة من عميق قلبي، وأرحبكم ترحيباً بالمحبة والمودة والرأفة والإخاء، بعد الصيام، بعد القيام، بعد الدعاء والتضرع والبكاء، بعد السحور، بعد الفطور، بعد الدعاء في جوف الليالي قبل سحورها وبعدها، طوبى لكم بهذا اليوم السعيد، يوم كريم، يوم عيد الفطر المبارك، على أنكم أديتم من التقوى، على أنكم أبقيتم ما عليكم من الفرائض من الله سبحانه وتعالى، وأديتم التقوى. إنه شهر التقوى، إنه شهر المواساة، شهر الصدقات، شهر الزكاة، على أنكم لعلكم أديتم وأبقيتم هذه المسؤولية بصدق وإخلاص وإحسان من الله سبحانه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة في الله، أهنئكم وأرحمكم، واتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته،
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن التقوى زاد المعاد، زاد الآخرة، أنفع ذخائر للناس في الدنيا والآخرة، وأفضل الزاد زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن رام عزا وفلاحا ونشد خيرا والصلاحا وابتغى رشدا والسعادة فعليه بتقوى الله، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى يكرم عباده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فألبسوا نفوسكم عباد الله وحياتكم بلباس التقوى، ألبسوا بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فأمروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تحصروا، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة في الله، إنكم ودعتم شهرا كريما، موسما عظيما، صمتم نهاره وقمتم ما تيسر من ليله، ومقبلون على تلاوة القرآن، فكم من جهود بذلت ودموع ذرفت وأكف رفعت وقلوب وجلت. أيها الأحبة في الله، في هذا الموسم الكريم، في شهر رمضان المبارك، لقد مر بنا عباد الله هذا الشهر المبارك، مر بخيراته وبركاته من حياته، من حياتنا، هل هو شاهد لنا أم علينا؟ فليفتح كل واحد منا صفحة المحاسبة، ماذا عمل في شهر رمضان؟ ماذا عمل في شهر رمضان؟ كم من صلاة، كم من زكاة، كم من صدقات؟ يفكر الناس الآن ماذا عمل في شهر رمضان، في موسم كريم الذي أعطاه الله سبحانه بمنه. أيها الأحبة في الله، إذن ينبغي كل مسلم أن يفكر في حاله، إن حاله بعد رمضان كحاله قبله، فهذه عدم أمارة، عدم قبول عمله في رمضان، وأما حاله بعد رمضان منيبا إلى الله، مقبلا إلى ربه، فهذه أمارة وعلامة قبول عمله في شهر رمضان. أيها الأحبة في الله، فقضوا عباد الله هذا اليوم الكريم بالتسبيح والتحميد والتكبير، ولا تعصوا، واحذروا من الصغائر والكبائر في هذا اليوم الكريم، في هذا اليوم العيد العظيم. فقضوا عباد الله بالصلاة والتسبيح والتكبير وإطعام الطعام للمساكين والفقراء والمحتاجين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يغفر الله عباده الصائمين في هذا اليوم الكريم، بشرى من الله لعباده، بشرى من الله لعباده. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: فبشر عبادي، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. باه بهم ملائكة. جاء في حديث طويل إن الله سبحانه في يوم الفطر المبارك باه بهم ملائكة، فقال: ملائكتي ما وفى أجير إذا قضى عمل، قال ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال سبحانه وتعالى: ملائكتي قضوا عبيري وإمائي ما فرضت عليهم، وخرجوا يهجون إلى الدعاء، وعزتي وكرمي وارتفاعي مكاني وعلوفي لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا، قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: فيرجعون مغفورا لهم. فكونوا متمسكين عباد الله هذا الدين المبين، واستقيموا على الإيمان والإسلام، فإن الدين دين شامل كامل، فإن الإسلام دين السماحة والكرامة، دين السخاوة والشرافة، دين الإقدام والرفعة، دين اليمن والبركة، دين المحبة والرأفة، حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشودة رضا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تأذن بزيادة لمن شكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادات الغرر. أما بعد، عباد الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه في السر والعلانية واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تستمتعوا بالشهوات واجتنبوا الموبقات. اشكروا نعمة الله عليكم عباد الله، واقدروا قدره، وعظموا شعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خذ العهود على أنفسكم التجنب من الشرك والكفر والبدع والخرافات المنكرات في هذا اليوم العظيم، واحذروا صغائر الذنوب والكبائر. أحذركم عباد الله عن محارم الله ومعاصي، اتركوا المعاصي خاصة في هذا اليوم الكريم في عيد الفطر المبارك. فقضوا وابنوا حياتكم حياة صالحة مرضاة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله كما أمرنا بذلك، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، أرض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعافك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصر إخواننا في غزة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بعدوك وعدو الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع صالح أعمالنا بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المعتقين، اجعلنا من المغفورين، اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.